ها طلعت البوفيه اللي ورانا وعدد السخانات هي أشوى. يلا روحي مشكورة. فاي فاي حش عليك منتي صاحية. الحين هديت الورد وهزين كله وبتصورين مع البلعة. واي فطومة خلي الناس يشوفون ايش فيك انتي الحين يبربسون في ما تشتهين تشوفينه. ها ايش رايك ببدلتي؟ واي تينن ذوق ايش حالاتها عليك. مشكورة يا بعد عمري. انا ما ادري هذول مالوت التقديم شي يسوون داخل. انتي لا تحاتين انا بجابلهم وانت روحي جابلي معازيمك. ماشي. ماما فطومه قولي لهم يحطون اغاني حلوه. من ساعه حاطين اغاني ملوت اول؟ صاد ملوت اول ذبحونا بالسامري الحين اخليهم يغيرون ولا يهمك تامرين امر. وي فطومه اي خف من السامريات ربوعنا ما يحبون الا السامريات. ذبحتينا بربوعنا بربوعنا وهما اربع عيايز واحدة مركبة مفصل والثانية توها ردة من ألمانيا مسوية ظهرها وواحدة مركبة بطارية والثالثة ترقل أبد أي ساعة توقف الأسعار فوق بس الله يستر. روحي ولي يرحم والديك ذبحتيني بهالكرايق. تعالي تعالي فتوح أنت اللي عندك الدي جي؟ إيه عندي أنا. لحظة شوي. هلا 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 حبيبتي. هلا والله يا بعد عمري شخبارك؟ شو مسوية؟ فوزية، فايزة، خواتي. أهلين، حياتي. مبروك. الله يبارك. ألف مبروك. بنت لهو، مديري بالشركة. شرفنا حبيبتي. عيل وين الوالدة وأم العروس؟ خلنا نبارك لهم. أمي كانت قاعدة هني بس ما أدري وين راحت. إن شاء الله أول ما تيجي بعرفك عليها. أم العروس وين؟ أم العروس بعد ما أدري وين راحت. كانت قاعدة هني بس الظاهر راحت المطبخ ولا راحت تشيك على بنتها. خلتش أنتي داخل؟ ولأن ذا يوم المعازيم ما راح تحصلين مكان. تفضلي داخل حبيب. تفضلي. إن شاء الله حبيبي. فتوح أنا واقفة وراك. شنو ما تشوفيني؟ بلى لدرجة أني ما وخرت عيني من عليك من كثر ما أنا مفتشلة منك. فتوح عيب في أحد يلبس زرية الحين؟ شخباري وين قاعدين؟ القهوة الشعبية. فتوح خلاص ترى صوت يسري. انت شايفة التسريحة؟ شخباري من يسوي الحين ألاشات ويرفع من على الجنب؟ وين قاعدين؟ فشلين؟ شش. أنا مبطلت حلجي ما راح أسكره فيريد تخلوني ساكتة ونروح نباشر معازيمنا وايد أحسن. نورية قلت لهم يطلعون اثنين اثنين بعدين لا تقدمون الحين القهوة والشاي. لا أجلوا بس العصير بس العصير حتى الحلو خلوه بعدين. فهمت؟ قولي لي وين بخورتك؟ ما شفت البخورة يا حاب؟ إيه العصير يكفي. هو نورية علامك أنا حاجيك عن شيء وانت تحاجيني عن شيء ثاني. ما أدري من حطيت الكحلة عيوني خبطت. كلنا دافنين عيوننا كحلة. هديتك مساع ما فيك شيء. شو السالفة نوري؟ تدرين أنا بروح أجيب البخور من المطبخ. أنت استقبل الناس أنت أحسن مني. الله يبارك فيك. تفضل. شو هزين؟ شو حالاتك هالسنة؟ إن شاء الله تبارك الرحمن يما وايد صايرة حلوة اليوم. شكرا. يتراوالي العقد اللي لابسته فوق 30,000 مهو؟ بس ما أدري سألي الفارس. والنفنوف والحركات والتسريحة يما تكفين بعد شوية بعرفك على رفيجاتي. شكلك ذوق اليوم تيننين. سبحان غير الأحوال. ماما فطومة صبر تدري خالة نورية ليش تبكي؟ أنا ما أدري. أنتوا تدرون؟ من خالة فتوح. أنا قايلة مستحيل يمر هاليوم من غير فتوح ما تسوي مصيبة. سوت. سألها صديقاتها وين أم العروس؟ وخالة نورية واقفة قدامها بالضبط. وتالي؟ تخيلي مام فطومة خالتي فتوح قالت لها ما أدري وين. ولما سألتها فتوح ما شفتيني؟ كانت تقول بلى بس في أحد يلبس زري الحين؟ هي بنت اللذينة. هيني فتوح إذا ما أدبتك ما بنت أمي. أوكي
نورية. نورية. ها فاطمة. هو. إيش فيك خليت المعازيم؟ ما يصير لأنا ولا أنت. سمعيني يا وربي. اللي رفع سابع سمة يعني ما أقعد لك في العرس ولا دقيقة إذا ما سويتي اللي أنا أبي. فطومة إيش فيك؟ إيش تبين؟ نورية لا تبطين كبدي. مسحي دموعك ونزلي معه. فطومة أنا. أنت شنو؟ إذا أنت ضعيفة وما تقدرين تاخذين حقك أنا. أنا اللي باخذ حقك من فتحو. لا فطومة. هي صادقة أنا يعني. أنت شنو؟ وشنو اللي صادقة؟ أنت من صدقك؟ هي من حالاتها ولا من حالات شيفتها؟ أنتي أنت الخشين وتلبدين هني في المطبخ؟ فطومة. يعني إحنا وين؟ وأنتوا وين؟ ما حقيتها منك. إحنا وين وأنتوا وين؟ وإحنا خوات طول عمرنا من صغرنا رابين مع بعض. شنو إحنا وين وإنتوا وين؟ إيش هالحكي؟ إيش هالحكي يا نورية من صدقك تقولين كذي؟ أنتي لو تلبسين خيشة تغطين عليها وعلى طوايفها. هي صادقة. ما كان المفروض ألبس زري. كيفك؟ عرس بنتك تلبسين اللي تلبسينه ومو اللبس اللي يسوي ناس، الأخلاق والمخ اللي يسوي ناس. تكفين فطومة. أنا ماني قد فتوح دوابيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أقدر عليها وعلى دوابيرها. أنت اللي تعوذي من إبليس تعالي معي. ولا ترى أطلع ما تشوفي رقعت وجهي. قولي لي أنت إيش تبين؟ إيش تبين تسوين؟ أبي دومش اللي عليك. هو. وأبي الطقم الذهب. بلبس. هو. وأنا عايش ألبس. تلبسين هدومي. وتاخذين هالمجوهرات. امشي. حبيبي شمعة الجلاس، حبيبي شمعة الجلاس، ولا كوم يسد عنا، ولا كوم يسد عنا، غشيم في الحب. واي أهل العروس ضيم ضيم. فتوح خلاص من سجاج. فوزية من يلبس ريش الحين؟ طعش لابسين شخباري. واي هيلك هيلك. خلاص بس استغفر الله يا ربي لا تبلانا تضيع ريحتهم بياي. فتحوا الله يقطع ابليس ايش ضحكتيني. كلهم كلهم ملحسين شعرهم وحاطين مكياجهم صالون واحد اسمه شمة زفت. ترى خربوا علينا خطتنا فشلونا مع الناس. فوزوا شوفي عشتوا ضعيف عيون ترقص كأنها كبيرة يعني. فوزوا بسألك رفيجتي ذاك اليوم سألتني كم يوم المفروض يمر عشان تعرف إذا هي حامل ولا لا. نفول صح؟ الصدقين كنت حاسة فيها شيء متغير. خلف الله عليك مسوية خشمها مايكل جاكسون. فايز تكفين سأليها بأي دكتور مسويته. بشيل خشمي بكبرة بحط فتحتين بس هبابي أتنفس. خالتي نورية غيرت بدلتها. زينة معودة بسخط الزري. أبوي أمي عطتها شذابة. هلا والله. ها وين ربعك يما عشان اسلم عليهم؟ يما ايش تسلمين عليهم؟ يما من صدقك انتي؟ شلون تبدلين معاها يما؟ انت بتفشليني انت ليش جيت تسوين ليش؟ ايش اسوي يما انت تعرفيني عقلي على قدي وناقصه اهليه. طيعه طيعه. طيب. تبغين سوالفهم؟ يما أبوي راح يدخل مع ريايي اليوم. ما أدري بس شكو يدش يعني هو مريل. بلا يما خالي فوزي قال بيسوي هالج مفاجع. أنا شكو وهو أبوك يعني أنا مالي شغل فيه. شلون شكلي زين؟ تيانوني بسم الله عليك. أنا مو متغيرة. متغير على منو؟ يعني بشكل عام. متغير على منو؟ يعني على الناس قصدي يعني متغير عليهم؟ لا مو متغير. ايش حالات صايرة؟ زين تسريحتي حلوة؟ ايه صايرة شنج من هذيل ممثلات بوليوود تهبلين. بسألك انا توني اكلت موالح وكذي عندك علج بالجنطة؟ عندي ستريبسز مال البلاعيم بالجنطة. وين جنطتك؟ كاي قدامك. فيوز شنو هذا؟ شيلي بسرعة لا حد يلاحظ. انت
التمساح لما كنت قاعد تسولفين عن نفول؟ قصدك عن نجم؟ فوزيه شيلي بسرعة لحد يشوف ايش فيك كتيب بعدين افهمك. انت شلون حامل وانت مو متزوجة؟ انت نيتي شلون؟ بلا انا متزوجة. شلون متزوجة؟ من متى يعني؟ من سنتين. ايش احنا ما ندري زواج صج ولا شنو ولا شنو شو قاعد تقولين انت؟ بلا صج واثنين من ربعه هم الشهود، بس انا ما رضيت اقول لانه ابو مرته اذا درى راح يطلع من اداره الشركه، بس لما نوره مرته درت بعد ما قدرت اقول ان انا متزوجتها بالسر، عشان كذي كنت بسوي عرس. تشك انك حامل؟ ما ادري ما ادري ما ادري فوزيه. ايش كثر صار لك شك؟ ما ادري ما ادري ما ادري فوزيه. تقريبا صار لي اسبوع انا قلت يمكن ضيقت الخلق اللي فيني، يمكن من هوشتي مع حمد سالفتي وياه، حتى رحت جبت التحليل وما عندي اي جرأة ان انا احلل، خايفه حتى فوزيه واللي سلمك فهميني انا ما ابي هالشيء يا اهل من حمد. انا سمعت كل شيء. فايزة الحين تدخلين وتسوين التحليل، لازم تسوينه، لا تنظري. انت متزوجة وزواجك على سنة 8 أسبوع، والطفل اللي ببطنك ما له ذنب اذا كان الابو سفلة ولا طيب، اذا كان الابو زين ولا شين. الحين بتسوين التحليل وتطمنين الطفل هذا مسؤوليتك انت، انت اللي بتجيبينه من الدنيا تحملين مسؤولية. إيه ما بس ماكو بس. الحين بتدخل والحين لازم نعرف. تفضلي. يما محمد. عدل مكياجكم، طلعوا قدام لوادم وانتم مبتسمين، فهمتوا؟ النورة تقولي للعروس المولد وي فتحوا بس وين كب بس تحش والله وانا صاجة عالطيبة والذوقية بصبو وصبو وايد مستغربة من غلوية انها لابسة نوفة بيها يعني المفروض عرس نوف وهي بسيطة ما ادري ايش هي مسوية احس قاعد تسوي شو ثاني شو ترى غلط ما عندها السوالف ما عندها نحاسة بعد النحاسة شلون قايلة حمراء خضراء صفراء اذا كذي مو نحاسة شلون اذا تنحسة خلط الالوان خلصها ما لقيت لها الابيض تلبسها الا نغر شناين لازم انا يعني احلى وحده بجناتهم هي صراحه تبين الصدق هي احلى الجناين يعني احلى من نوفوه واحلى من طيبوه لا الا نوف نوف هوبلس كيس ما شاء الله تنن ترى شكلها بالصج وايد احلى من التلفزيون حلاتها اذا احنا البنات اذا شفناها تمنا احنا عيل شان ريايل لا عاد الريايل ريايل تخرفنا سيارة سيارة والشاليه شاليه والبيت بيت خلكم انتم ما لث عليكم
هلا. انا توني بدق على تصدقين؟ شنو تسدين؟ حذرت لك هالكرسي، قعدي تفضلي. هي يلا غنيانا. عسى ما ضيعتي. لا ابدا. بس على ما طلعت الصالون رديت ندت بنفسي وصارت الساعة 9. هي الحين استغفر الله. عسى ما تقومي من النوم لليلة الدنيا، اليوم انا لا تشوفين حوستي من مكان للمكان ورا هالبنات، تقولين تتم وجهي. طيبة صايرة وايد جميلة اليوم كاشخة. حسافة، فاروق مو بالكويت. هاو؟ فاروق بالكويت؟ منو قال لك فاروق مو بالكويت؟ لا ما ادري يعني قلت يمكن مو بالكويت، ما شفت سيارته عند البيت. إيه لأن الحين كل يوم ينام عندنا ببيت خالتي، إحنا الحين استغرينا هناك لأن ببيتها عود ويزينا كلنا وهي متمللة بروحها، فقلنا نستفيد ونأجر البيت. إيه عشان كذي عيل. الحمد لله أكيد انحلت مشكلتكم عيل. إيه الحمد لله. تصدقين قال لي وايد أشياء ضايقني فيها، صدمني. شنو قال لك؟ قال لك إن عنده علاقة؟ إيه قال لي إنه هو تتعرف على واحدة واستأنس معها كم يوم ويبي يهدها مو قادر، خايف لا يقول لها ما أبيك تفضحها، فهو وعدني وتأسف مني وبكى قدامي وقال لي أنا وعدت يوم بناتي إن شاء الله أخفف روحاتي عليها شوي شوي لأن أقطعها كلش قطيعة نشبه. أي الحمد لله أشوى، الله لا يفرقكم إن شاء الله ويبعد عنكم بنات الحرام. آمين. أهلا أهلين. هلا ويز طالعي. ضحكي شبه وين؟ خلاص لما تغني. تعالي 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 وين رايح؟ ودي اللي اسلكي فوق، ترى ما بقى شيء على نستنى. وليش حبيبتي انا اللي اوديه فوق ان شاء الله؟ ليش اشتغل عندها انا؟ ليش عيل ماسكة دي جي؟ علشان اشغل الاغاني اللي انا ابيها. حلوه هذه، تبيني اروح حق الكونتيسه؟ روحي تي. والله ترى اختك غبيه. ايش فيها هذه؟ ايش فيها مشتقه اليوم؟ قطيعه اشتغل عندها خدامه. ها ايش فيك؟ ايش حق محاسبه؟ وين رايح؟ الاخت فوزية تبيني انا اودي اللاسلكي حق ست الحسن والدلال، لقيت عاد. انزين خلاص اعطيني اياه انا ودي حقها، وبالمره خلي مالت الميك اب لعندها تعدلي مكياجك قبل لا تروح. اعطيني. فكيتيني. يا زول المنى يا باشا تلغي قرفك بحال المبتلي، انت سبب ذا. بدك شي مدام بعد؟ لا حبيبتي انت ما قصرتي، مشكوره ميرسي لك حبيبتي. باي باي. باي باي مع السلامه. شوفي بقول لك شي الحين، ليه طلعت انا قعدي وقري المعوذات، عرفتي شلون؟ ولين نزلتي بالعدال خطوه خطوه، ولا طالعين احد عشان لا تدودي عيل، طالعين يا انا يا امك، وابي هالابتسامه ما تفارق وجهك. مفهوم يمه؟ واتكلي على الله، ماكو شي يخوف. قاعد ترى عدين ايديك بارده حبيبه، تكفي عمرك. مرأتك خالتي مكياجي ذربه يهب المكياجك وزينك. يلا حبيبتي انا بروح. يمه بس لا تاخرون عن الساعه 10، بسرعه تعالوا. لا كل شيء تمام، لا مكياجها ما في زودش حلوه ذرب، انا اشرفت عليه بنفسي. لا ماكو خبا. يلا يلا لا تأخرون يوم. يلا مع السلامة. والله هاي نوف شلونك؟ شنو جهزتي؟ زين سوري ترى نوف خلت عندي هذيل، قالت لي بس يجهز الدي جي راح اقول لك. اوكي خلاص اوكي. ترى هو 5 دقائق وبيكون جاهز. ليش مكياجك للحين مو خالص؟ أنا مكياجي خالص. نعم عروس يوم عرسها بتنزل كذي، وجهك وايد باهت، مكياجك وايد خفيف حق عروس. صدقين عاد حسيت إنه باهت، بس خالتي قالت
هي قالت تبي مكياج خفيف وناعم. يا حبيبتي تدرين ليش خالتي تقول لك كذي؟ لان اكيد تري بناتها يطلعون وايد احلى منك وشكلهم ازهى منك، وبعدين انت ما تقولين ليش مو حاطه كونتور بوجهك؟ كونتور؟ شنو كونتور؟ حبيبتي كونتور هذا يبرز ملامح الوجه، يصغر خشمك، يطلع خدودك، يخلي وجهك كذي حلو فرش. اي بس ما ادري اخاف اجيس اي شيء الحين يطلع مو حلو. لا تحاتين. انا بحط لك اي شيء دغامج يكون لونه ازرق او اخضر، اوكي؟ وبعدين شنو هالحمرة اللي انت حاطتها؟ تدرين شلون انا احس العنابي بيطلع عليك روعة. اوكي؟ يلا. نو حبيبتي خلي حلجك عادي. عادي خلي عادي كذي. واو قلت لك راح يطلع وايد حلو. اطري وين طيب؟ طيب رحت عند المكياج. وغلا؟ غلا راحت تشيك على الدي جي عشان دخلت العروس. خوش عيال نصور لهم بعدين. يلا يلا ابتسموا بنات. فوزية بعد تكفين غطي ملابس امي تفشل تكفين. شاب كل شيء يزهى على امي. اي لا واضح. وصلت العروس. شوف علم حنزلت قبل الوقت. بابونا لي يما انا اللي وياهم ولا انتي؟ لا ما خلصت بعدي. اي كاكا يبي لي دقيقتين وانزل. واقول يا زول المغا يا باشا تلغي قرفك بحال المبتلي. ليش لابس ابيض؟ ما ادري هي ام العروس ليش تلبس ابيض؟ امبي مو صاحيه ما يصير تلبس ابيض. ايش فيك؟ غلا لابس بس شب ابشرك مرت اخوك المصون يا انها ترسمي لابسة أبيض ونازلة مكان العروس. الحمد لله والشكر. شوف فتوح أنت عطيتيها اللاسلكي عشان تودي فوق إلا هي اللي ودها وما فرحت على الله خذت فهد وأختها توها متوفية. وايش فيهم الحريم يطلعوني كذي ليكون حبث مانا العروس. غلط أنت إيش قاعد تسوي؟ شنو ما قاعد أسوي شيء عادي؟ لا 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 مو عادي. لابسة بدلة بيضة يوم عرس فوزي علشان تصيرين مثل العروس وطلعتي عند العروس وقعدتي عندها عشان تشوفينها. انت ايش تفكرين فيه؟ قولي لي ايش تفكرين فيه؟ خالتي انت ايش تبي توصلين له؟ سمعيني هو اتخذ قرار بيكمل حياته وانت افتكر هم قررتي لازم تكملين حياتك وكل عسى الله يسعده في طريقه. فهمتيني ولا لا؟ بس حد بس عيب ما يجوز يا غلا. ما أدري أنا لما خذيت فهد كان دايماً عندي أمل إن فهد بيطلقني حتى عقب ما حبيته وقربت منه كان دايماً فوزي عندي هو الأمان. رح تزوج يعني خلاص خلاص قلتيها أنت خلاص أنت بديتي حياة جديدة وهو لازم يبتدي حياة جديدة. اليوم مو عرسه بس اليوم يوم النسيان لازم تنسينا غلا لازم. نوف يلا يما علشان تنزلين. او نوف ايش فيك؟ ليش قاعده زعلانه كذي؟ ايش فيك يما؟ وليش حاطة كل هالألوان بوجهك؟ أصير أهون بعد عمري يا حبيبتي. قومي يما خلنا ننزل تحت. احنا كلنا كذي سوينا مثلك. كنا خايفين من التراعد
الحين تنزلين في الصالة تقعدين في الكوشة إن شاء الله كل شيء يصير خير. قومي يا عيب. يلا عبي. قرادة من شاف العروس. ايش فيكم تطالبوني؟ انت ما شفتي ليش بنت اللي فوق عينها ولدك شافها بتي له جلطه؟ انت ما تنشبين وتاكلين تبن؟ انا بوك لين متى انت كذي؟ خليتيني ابدل بدلتي واعطيها نوريا ونوريا تلبس هدومي وللحين مستمره بخططك الشيطانيه؟ ما جلطنا الا هالشغله. ابليس ابليس ابليس. انا بسالك الريايل متى بيها؟ توا مو همك. ايش فيك؟ ببخر. الله ببخر. كانت حيلي فيصل اللي ما ادري منو جابله منو لبسه. ايش تطينه؟ خالتي لا تحاتين. فاروق عنده لين قبل شوي. ايش عشوه؟ الو. اي ريايل بده يشوف. يلا جهز ريايل وصلوا. يلا قوم يلا ما شفت قصار. يلا بسرعة. هلا وغلا وداود. هلا وسهلا. يا هلا فيك. شلونك فطومة؟ ان شاء الله بخير. ايش اخباركم؟ ايش الخبر الحلو اللي سمعناه؟ ما قصرتي، اول ما فكرتي فينا. حنا اللي من سنين وياكم بقومتكم وقعدتكم وفراحكم والشغل كله العدل وهالسامري الحلو وهاللعب الحلو. ان شاء الله عسى الله يوفقهم ويتمم عليهم يا ربي. بخير، عساك بخير يا ابو داود. واي بعد عمري ما قصرت، بس رفعت التليفون قلت هي والله حاضر من عيوني. ساعة ألف مباركة. هذا اللي احنا نتمناه من زمان، نقوم فيهم إن شاء الله وهم صغار وهم كبار. الله لا يخلينا منك يا أبو داود. انبقى السامري أنت سيد السامري، وانبقى بالطباخ ما يعلى عليك. الله يعطيك الصحة والعافية. يومي يومي الساعات
الله عسمه لهنا بك يا علي سلامنا فوتي يلا عسمه لهنا بك قرب نفع للمرات الفاس والنابة نعمي من لابك يا علي سلامنا فوتي يلا عسمه لهنا بك وفعولي جدالها برواز في صفحة المجد خلابك يا علي سلامنا فوتي